السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده هنقول لك عن التركية كده حلوة وحاجة معقدة شوية، ازاي تربط او تعمل دروب ليست مصدرها او قائمة منسدلة مصدرها شيت اخر. على طول كل الناس اللي بتعمل قائمة منسدلة بتبقى الداتا او المصدر اللي انت عايز تضيفه بيبقى في نفس الشيت. يعني مثلا انا عندي نيو وسيلز، عندي شيت اسمه نيو وعندي شيت اسمه سيلز. لو انا عايز اعمل قائمه منسدله مثلا يعني باسم مثلا وليكن مثلا محمد احمد، فباجي هنا مثلا في الشيت هنا واعمل داتا، بيبقى الداتا بتبقى موجوده او السورس بيبقى موجود هنا، واجي هنا واقف عند التاب بتاع داتا واجي عند داتا فاليديشن واختار ليست، والسورس هيبقى الاسمين دولت وادوس اوكي. فكده هيبقى ادوس كده يظهر لي احمد ومحمد. تمام، دي الحاجة السهلة اللي الناس بتقابلها. انا همسح بس الداتا دي كلها يعني وهمسح الداتا فاليديشن دي. تمام، كلير اول وادوس اوكي. اما بقى لو انا عايز مثلا الاسامي في شيت تاني اسمه سيلز اهو، تمام، الشيت التاني اهو، ثواني امسح دولك كده. انا عايز الاسامي دي بس، انا عايز الاسامي اللي موجودة هنا بس. تمام، دي اعملها ازاي؟ الاسامي اللي موجودة في شيت السيلز تظهر لي في شيت النيو. طب ما تيجي نجربها بالطريقة بتاعتنا اللي احنا بنعملها عادي. هنيجي هنا نقف هنا ونيجي عن داتا ونجربها عن داتا فاليديشن، ونيجي نختار ليست والسورس هنختاره من هنا، نيجي نقف هنا وندوس اوكي. بص ظهرت لنا المسج دي ودي غلط. تمام، ندوس اوكي ونخرج خالص ونرجع تاني. بص، عشان تعمل القائمة المنسدلة ان هي بتبقى مصدرها شيت اخر هتمشي بالخطوات التالية. اولا نيجي نقف هنا، نيجي نقف عند العمود رقم ايه اللي هو اللي فيه الاسامي دي كلها، العمود ده ونسميه مثلا باسم وليكن names، names n a m e s اهو names، وندوس انتر. كده العمود ده كله اتسمى باسم names. تمام، وهنيجي هنا، هنيجي عند قائمة الفورمولا او التاب الفورمولاز، ونيجي عند define name ونسمي مثلا الشيت اللي احنا نعمله ده او الطريقة اللي احنا نعملها دي باسم مثلا وليكن محمد. تمام، اهو محمد. وهنيجي عند refers to، refers to دي بقى نمسحها خالص. هنيجي هنا الشيت اسمه ايه؟ سيلز. هنكتب اهو سيلز اهو. لا ثواني، انت بناخدها مثلا كده كوبي بيست، ثواني لحظه، هندوس كليك يمين على سيلز وناخدها كده كلها كوبي بيست، كوبي اهي كنترول يعني كوبي اهي، ونيجي نعملها من الاول تاني. ديفاين نيم ونكتب هنا اسم محمد، ونيجي هنا ريفيرس تو يساوي سيل، وبعد كده اكسكلاميشن مارك او اللي هي علامة اللي هي علامة التعجب دي كده، وبعد كده نكتب نيمز. نيمز دي اللي احنا عملنا بيها الجدول بتاع الاسامي، وندوس ايه؟ اوكي. بقى كده عندنا في النيم مانجر اهو، لو تيجي تشوف عشان بس نفتكر، بص عشان نفتكر كويس، دي احنا عملناها النيمز، فاحنا ربطنا الشيت ده عن طريق ديفاين نيم، ان احنا ربطنا الشيت ده الشيت بتاعنا اللي هو النيو بالسيلز بالنيمز. سيلز دوت اكس ال اكس اس اكس ده اللي هو يعني اللي هو شيت السيلز، وحطينا اكسكلاميشن مارك العمود ده اللي هو علامه التعجب، وبعد كده حطينا اسم النيمز. كده احنا ربطنا الشيتين ببعض. تعال بقى نروح بقى للدروب ليست. الدروب ليست اهي، هنيجي عند داتا ونيجي عند دروب ليست او داتا فاليديشن، ونيجي عند ليست ونيجي السورس. السورس بقى يبقى ايه؟ السورس هيبقى محمد بيساوي محمد. ليه بقى محمد؟ ما هو احنا عملنا الشيت باسم محمد، دوس اوكي. دلوقتي لما اجي ادوس كده الاسامي ظهرت لي اهي، كل دي الاسامي ظهرت لي. لو تلاحظوا اهي الاسامي اهي، يعني مثلا اول اسمه اسمه عماد، مدحت لويس، مينا جورج. لما نيجي هنا عماد مدحت لويس مينا جورج، طب لو انا مثلا عملت انسرت كده مثلا كتبت اسم محمد تحسين، واجي هنا اجي هنا الاقي اسم محمد تحسين. فهمت قصدي ايه؟ هو ده الشيت، هو ده اللي انا قصدي يعني، ان انت عشان تربطها لازم تمشي بالخطوات دي بالظبط عشان تظبطها صح. بس كده يا جماعه، واتمنى يكون الفيديو كويس وسهل بالنسبه لكم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش طبعا تعمل لايك وتشترك معايا في القناه، لان فعلا فعلا محتاج اشتراككم، وانا فعلا بقدم حاجات في الاكسل معقده وحاجات فعلا فعلا يعني مش بتيجي على بال الناس قوي، وحاجات فعلا فعلا مميزه. فاتمنى انك تدعمني لان فعلا فعلا انا محتاج دعمك.
ولو في اي حاجه في الفيديو اتمنى تبعتها لي في الكومنتات او تكتبها لي في الكومنتات، وانا بشوف الكومنتات كلها. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه السرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.